بحتاج يا فندم. لا يا فندم، يعني دخلت وكسرت الدنيا في التمثيل. انت اللي دخلتي وكسرت الدنيا كمان. كان ليه علاقه الاسم ده؟ ليه علاقه انك تخش يعني الاسم نفسه جذب السينما ولا حاجه تانية؟ جذب السينما جذبش، هو الحادثه اللي جذبت السينما. السنه اللي انا قعدت فيها دي اللي اتعرض عليا ان انا امثل فيها. اوكي. عملت تجربه. انا وليلى علوي ومحمد الحلو بيغني تجربه ما حدش ياخد باله منها، وعايزه تطلع لي ما حدش ياخد باله منها يعني. انما كانت بدايه التعارف على كان ايه بقى فيلم ايه؟ اسمه الثعبان. فيلم اسمه الثعبان عمل نفس اسكندريه وبتاع، وانا كنت بتمرن وقتها يعني. اتنقلت بقى بعد كده، بعد ما بطلت اكمل مشوار بقى، اتعرض عليا بقى مع استاذ محمود ياسين واستاذ شعيره واستاذ عزت علي اللي تاني ولوسي ومش عارف حسين الشربيني ومين ومين ومين. عملنا فيلم بقى عن، عملت انا وعزت علي ضباط مخدرات وبتاع كده ضد محمود ياسين وشعيره، فيلم اسمه عوده الهارب. وابتدت الحكايه. انا داخل كل شويه اقول لهم ايه، انا كل الناس تقول لي انت احمد رمزي السينما المصريه وافتح لهم بقى كده بقى واعمل فيها بقى. كنت لسه كل شويه بص الدور اللي اتعرض عليا ثابت، كل دور ظابط حظك او شرير صح؟ يعني اتعرض عليك ادوار شر اكيد. الشر انا بقى عملته بايدي. ازاي؟ زهقت من الظباط. ده الكلام ده كان امتى بقى؟ لحظه دخول حضرتك بقى المجال الفني 90. ده عبده الهلالي، فاكر عبده الهلالي بتاع الكاراتيه ده وعوده الهارب هو 90 والتاني 91، وبعدين جه الغجر مع فيفي عبده. ده كان سنه كام؟ ده كان 93 انا اعتقد، او 93 94. وبعد كده انا عملت فيلم اسمه امبراطوريه الشر، ده كان عن تاجر سلاح مش عايز السلاح يخش جوه مصر بعد ما ايقن ان الحكايه في المدارس. كنت طالع شرير في ال، كنت في الاول النص وعملت سويتش بقى، بقيت واضح انك بتحب ادوار الشر اكتر. حاسس من كلامك انا يعني احنا طول عمرنا بنحب الشرير في السينما يعني. بس انا يعني زهقت من دور الضابط ده. حتى لما عملت في التلفزيون عملت حكمدار الصعيد ضد رايح اقبض على ادم الشرقاوي، كان هشام سليم ساعتها يعني في حاجه اسمها الكومي. اوكي. فعملت برضو حكم دار. ليه يعني وافقت اصلا كابتن شريف على خطوه التمثيل؟ يعني هي جت كده علشان طبعا المتعارف عليه ان نجوم الفن شويه قريبين من نجوم الرياضه. لا او العكس. بصراحه هو الجوزاء ده ما بيحبش الفشل. التجربه الاولى عدت مرار الكرام ولا كأننا حسينا بيها خالص حكايه الفيلم الاولاني ده. فحسيت ان انا عندي امكانيات ممكن فما جات لي الفرصه الثانيه دخلت برضو. بس لما بتشتغلي في وسط حد وانت بيبقى لك اسم ما بيدولكيش فرصه. بتبقي عايزه دايما تبقي انت على قد اسمك. عن طريق عن طريق مين الفرصه دي؟ يعني الاصدقاء الناس اللي بتشتغل في الكارير، الناس اللي مقربين منك وعارفين ان انت عندك امكانيات ممكن يطلعوها منك. كويس. انما انت كل ما تيجي تعملي العمل وتيجي تخشي ممكن تطلعي جنب يسرى مثلا، تيجي انت تمثلي هتيجي جنب يسرى. مش فاكره ان الحياه هتبقى بيس كده وانت جاي هتاخدي وضعك. لا لا لا، في حاجات كتير قوي هتلاقيها حرب جوه الحكايه. لازم ممكن انت ممكن ما تاخدوش في الاخر حتى الدور ده يعني. يعني ممكن ما تاخدوش في الاخر حتى الدور ده. حصل لي في قضية الهلال والله. يعني كنت داخل اعمل دور حمدي الوزير ده انا ويوسف منصور على اساس ان احنا نكسر الدنيا في اخر الفيلم. مين اللي كان هيبقى حمدي الوزير؟ انا. كنت انا هعمل دور اللي بيغتصب ليلى علوي. جت ليلى قالت لا مش ممكن شريفي وشه ما يجيبش الاجرام ده كله مش عارف ايه. فبيني وبينك وافقناها يعني. بس انا كنت ايه، انا كنت باصص للفينال مش باصص للحيحصل جوه اللي بيحصل جوه. وسنه بحاله بنحضر الفيلم ده انا ويوسف منصور يعني. فما حصلش وعملت دور برضو الظابط. قالت اهو ده الناس تفتكر ان احنا هنتجوز في الاخر. فبتبقى في مفاهيم كتير قوي في الحكايه دي اللي خلت كل واحد فينا يستمر في الحكايه. وفي فرص ليك انت مثلا بتبتدي مع عادل امام زي اكرامي كده. اتموسفير احلى فيلم. اتموسفير شوفي عامل ازاي. رجل فقد عقله على فكره لو بصيت لها يا كابتن. هو نفس الـ السيناريو بتاع الكوره. انت لو دخلت وسط لعيبه مميزه ولعيبه كبيره في فرقه كبيره هتطلع بيبقى الموضوع بالنسبه لك حارب لوحدك نفس مع ناس جديده. نفس القصة. يعني بتبقى حكايه. انا بقى كنت عايز اثبت ان انا بعرف امثل. ووصلت ان انا وصلوني ان انا بقعد على المونتاج وانا اللي بكتب وانا اللي بخرج وانا اللي ممكن انتج.
وصلت مراحل كتير قوي في السينما. انتجت بالفعل كابتن شريف؟ اشتركت في الانتاج. يمكن امبراطوريه الشر انتجته. ده كان سنه كام؟ 97. اشتركت بقى في الغجر، في انتاج الغجر. اشتركت في تحت الربع كان معايا احمد ادم ووفاء عامر وشحات مبروك. اشتغلت مع شحات مبروك ده لي فيلمين. بس الموضوع حضرتك كنت واخده بجد جدا، يعني اللي يوصل لانه ينتج افلام او يدخل في الصناعه دي بالشكل ده، يعني ده هو حاطط الموضوع قوي في دماغه. يعني ظروف، مش هقول لك على حاجه. يعني مش اكتر منها ظروف. خروجي من النادي الاهلي بالشكل اللي انا خرجت بيه كنت حزين جدا ان الحكايه خلصت لغايه هنا. فانا ما بفشلش. ما بفشلش، قلت انا مش هفشل. يعني حسيت ان السينما بتعوضك الافيشات، بتعوضك الوجود. كل ما بتعملي فيلم اكنك كسبانه ماتش، عندك ورث.